His job is to create awareness of visual impairment, achieve full and complete access to those people socially and academically, establish and supervise resources and services offices which facilitate their academic life. At large, he's providing assistive technology devices and services, as well as coordinating the relationship between the professors and the people with disabilities. This is IPSAR, a center for equal learning opportunities. What's happening here is going to be a kind of centerpiece. We'll kick off now by knowing that Nod has presented these kind of programs, the World of Assistive Technology programs, in an attempt to unlock their hidden potentials. Let's watch and hear the sense about his efforts exerted to make the world for them a better place to live and know what they make of these programs. يعني لما بدأنا نفتح مركز الإبصار الإلكتروني لتكافؤ فرص التعليم للطلاب المكفوفين واجهنا صعوبات لم نكن نتوقعها وربما لم نكن نتخيلها، لدرجة ان احنا في لحظات معينة في البداية حسينا ان كل التعب اللي احنا تعبناه يعني لن يحقق اي نتيجة إيجابية نتيجة الصعوبات اللي أنا بقول لحضرتك عليها، زي على رأسها مثلا إن بعض المكفوفين كانوا واخدين موقف ضد المركز في البداية. واخدين موقف لأن هم وصلت لهم رسائل خاطئة عن إن الجامعة بتصعب عليهم الحكاية، لما بتطلب منهم إن هم يتعلموا كمبيوتر، إزاي يستخدموا الكمبيوتر. البعض تصور ان ده نوع من انواع محاولات التخلص من الطلاب المكفوفين، وهو عكس ما كنا نسعى اليه تماما يعني. والحمد لله التجربه اكدت ان احنا كنا صح، بدليل ان المركز لازال مستمر، لازال في اقبال كبير عليه من الطلاب. الطلاب اللي دخلوا فيه بداوا يعملوا دراسات عليا، ده سهل لهم حاجات كثيره جدا، ان هم يحصلوا على المعرفه من خلال اساليب الاتصال الحديثه، زيهم زي اي حد مبصر وربما افضل كمان. واجهتنا صعوبات، كان من اكتر الناس المساندين لينا واللي خلونا يعني نصمم على الاستمرار كان احمد في الحقيقه، لان احمد اولا أكد لنا إن ده لصالحهم، ثانيا كان هو حلقة اتصال مهمة قوي بيهم، كان بيقدم لهم العملية اللي بتوريهم قد إيه هو بيستطيع إن هو يتعامل مع الكمبيوتر، بيدخل مع كل مواقع المعلومات ومواقع الاتصال الاجتماعي المختلفة. فكل ده في الحقيقة خلى الثقة تعود إلينا عند أو لدى الطلاب المكفوفين اللي هم الهدف الأساسي من إنشاء هذا المركز. هو أبدا هذا الفضل لم تتوقف عند هذا الحد. كمان أحمد بعد كده كان دايما بيساعدنا في إن هو مش بس يدرب الطلاب الجدد، ودي كانت برضو تحدي آخر، إن الطلاب اللي هم ما يعرفوش حاسب آلي، عمرهم ما تعاملوا مع الحاسب الآلي من المكفوفين، ندربهم. وكان احمد في الحقيقه من اكفأ المدربين اللي هو قدر ينقل لهم خبره التعامل مع الحاسب الالي وفقا لنظام ابصار او غيره من الانظمه اللي موجوده والمتاحه. وبالتالي درب كمان بعد شويه بدا يدرب بعض الطلاب على ان هم يبقوا مدربين. فبقى يعني الفكره بقى هنا ايه؟ توسيع نطاق الاستفادة من خلال ان هو مدربين كتير. انت كده بتعمل منافسين ليك، هو عمره ما شافها بالشكل ده، لان هو بيرى ان محتاجين كوادر كتيرة جدا، الاحتياج اعظم بكتير جدا من ان احنا نغطيه. وبالتالي كان بشكل جميل جدا
بي بي مش بس بيدرب وكمان بيساعد بيطلع لنا مدربين يستطيعوا ان هم يستمروا. طبعا احمد من النوع اللي هو دايما بيطور في نفسه، ما بيقفش عند نقطة معينة ويكتفي بيها، دايما كان بيدور على برامج جديدة، افكار جديدة، اقتراحات جديدة. مثلا اضفنا للبرنامج بتاعنا اهداف لم تكن ضمن تخطيط المشروع بتاع البرنامج بتاع المركز، زي مثلا حركة المكفوفين، زي المكفوف يتحرك دون مساعدة من احد. احمد عمل برنامج والبرنامج ده طبقناه على كل الطلاب اللي موجودين في المركز، مش بس ان احنا نديهم اداة قوية جدا يتعلموا من خلالها دروس بتاعت الجامعة ويأدوا الامتحان على الكمبيوتر، وكمان يتثقفوا من خلال الوصول الى كل مواقع الاتصال الالكترونية في العالم، لا ده كمان نهتم بحياتهم اليومية كمان، وازاي ادائهم يتحسن في التعامل مع مختلف مواقف الحياة اليومية، ازاي يخرجوا، ازاي يروحوا، ازاي يجوا دون الاحتياج لحد يساعدهم على القيام بهذه المهمة الحيوية في حياة اي انسان. ده مثال على الافكار اللي احمد دايما بيحاول يضيفها ويقدمها لنا، وده طبعا بيخلي سمعة المركز احسن، بيخلي الطلبة مقبلين عليه اكتر، وبالتالي يعني كان هو سند مهم جدا للمركز والمشروع، يعني بنعتز بيه جدا، ويعني طبعا الجزاء عند الله سبحانه وتعالى، وهو اللي هيجازي كل واحد على الخير اللي هو بيعمله. ذوي الاحتياجات الخاصة او ذوي الاعاقات يعني في العموم في مصر محتاجين لاهتمام كبير جدا، ولازال في نقص خطير في مصر وفي المنطقة اللي احنا عايشين فيها كمان، نقص في المتخصصين الذين يستطيعون ان يقدموا الاهتمام والرعاية والعناية بذوي الاحتياجات الخاصة ويتيح لهم حياة اقرب الى الحياة الطبيعية. احمد عمل زي ما حضرتك قلتي تحول من الادب الانجليزي واللينجويستكس بالذات اللغة اللغويات، علم اللغويات، وهو نادر اصلا، المتخصصين فيه نادرين حضرتك، يعني في قسم اللغة الانجليزية عندنا في اداب عين شمس عندنا 2 اساتذة متخصصين فقط في اللغويات في اللينجويستكس. احمد اختار ده، وطبعا سبب ان هو في ندرة كما يقولون صعوبته انه تخصص صعب، فهو اختار تخصص صعب في الاول كطالب في قسم اللغة الانجليزية، وبعد كده كمان اهتم بقضية التكنولوجيا اللي بتساعد المعاقين فيها. وانا برضو رأيي ان دون امتداد لفكرة ازاي يعلم، ازاي يفهم، اللي هي فكرة اللغة، فكرة اللغة اللي هي وسيلة لنقل الافكار وتبادلها بين البشر. يعني بقى خبير في التعامل مع فئة مهمة من ذوي الاعاقات اللي هم ذوي الاعاقات البصرية بدرجاتهم المختلفة، وبالتالي كان يعني انا تصوري ده تطور طبيعي ان هو كان لازم يعمل الدكتوراه بتاعته في ما يتعلق بالصحة النفسية. يعني فكرة هنا ايه؟ فكرة ان طموح احمد هو اللي بيفسر ده، طموحه في ايه؟ طموحه بالنسبة لنفسه وبالنسبة لي من لديهم احتياجات بصرية او صعوبات في الابصار. ما كانش القصة قصة انه يتعلم، انه ياخد شهادة هو او من يدربهم ويعلمهم، ولكن القصة قصة كمان وليه ما وصلش لدرجات العالية من الصحة النفسية اللي هي بقى هتخلي الاداء العام لهذا الشخص، سواء وبالذات لو كان بحث عن المكفوفين، محقق لأعلى درجات الصحة النفسية. ليه لأ؟ فأنا تصور إن ده مرتبط، هذا التحول، تحول أنا رأيي مش شايف إنه غريب خالص، من خلال معرفتي بأحمد أنا شايف إن
وبيؤكد كلامي ده ان احمد طموحاته ليس لها سقف معين، ولكن طموحاته ليس لها سقف على الاطلاق، مفتوحه، ومش ليه بس، لي ولجميع من يعانون من اعاقه بصريه.